السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. اليوم جبت لكم قصة جديدة، لكن قبل ما أبدأ بالقصة يتصل على نبينا وحبيبنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم جبت لكم قصة بعنوان الجنية آت شو. أتمنى القصة تنال على إعجابكم. طبعا ما بقينا شيء على 1000 مشترك، أتمنى نوصلها في أقرب وقت. بعد ما راح انزل القصة لبعد اسبوعين ان شاء الله، لان زي ما تعرفون اختبارات. الله يوفقنا ويوفقكم، وبس اتمنى تعجبكم القصة. سم بالله قبل ما ابدا بالقصة، بسم الله، ونترككم مع القصة. في هذه الدنيا مستحيل ما تقابلك مشكلات وصعوبات، اما تواجهها أو تتجنبها. ونصيحتي لك، إذا شفتها صعبة فاختار اختيار الثاني، واللي هو تتجنبها، بالذات إذا كانت الصعوبات والمشكلات مو من عالمنا، يعني إذا كانت من عالم الجن. أنا إبراهيم، شاب في سن الزهور وفي الصف الثالث ثانوي، متفوق في دراستي وماخذ الترتيب الأول على مدرستنا، معروف بين أخوياي بالدافور. من أفضل هواياتي القراءة، وأكثر المواضيع اللي تجذبني للقراءة هي المواضيع اللي تتكلم عن العالم الآخر. في يوم مثل كل يوم عادي، وكان يوم الخميس، صحيت الصباح وافطرت مع أمي واختي نجود، وبعدها اتجهت لمدرستي. في المدرسة قابلت أعز أصحابي عمر، إنسان متسرع، قراراته غالبا تكون مبنية على الشيء اللي أمامه، ما يدقق في الأمور. بدينا نسولف وقال عمر: إبراهيم، وش رايك تطلع معنا اليوم؟ قلت باستغراب: نطلع وين؟ قال: نبي نطلع منطقة زليخة. قعدت أتذكر أنا وين سامع الاسم ذا؟ يا الله. بعد ما تذكرت صرخت بصوت عالي على عمر وقلت: يا حمار، المنطقة هذه معروفة بالجن، وأنا أول قرأت قصة صارت فيها. قال عمر: يا رجال طلعت رخامة، قول أنك خايف. أنا رفضت رفض تام أني أمشي معهم، لكن عمر أصر، فما كان عندي خيار غير اني اوافق. قلت: طيب مين معنا من العيال؟ قال: يوسف وسامي وخالد وزياد وفهد وعبد الكريم، بس عبد الكريم مو اكيد لانه خواف فيمكن يعيب. قلت: خلاص انا اقنع، بس انت كلم العيال الباقيين. قال: طيب متى تبين نمشي؟ قلت: خلها العصر ونخيم هناك يوم يومين ونرجع السبت الظهر. قال: خلاص اتفقنا. انتهى يومنا الدراسي واتفقنا مع العيال، وانا الى الان ما ادري كيف قدرت اقنع عبد الكريم. المهم جهزنا اغراضنا وطلعنا على 3 سيارات، وصلنا المكان اللي بنخيم فيه، نزلنا عفشنا وغراضنا ورتبنا بالمكان. وفي الساعة 11 بالليل تذكر خالد ان نسي غرض مهم بالبيت، وقال لي بيروح يجيبه. اخذ مفتاح واحدة من السيارات واتجه بيشغلها، حاول يشغلها لكن السيارة مو راضية تشتغل، حاول مرة ومرتين وثلاث لكن نفس النتيجة. جينا وكشفنا على السيارة، فاكتشفنا ان في احد الاسلاك منقطع، عشان كذا السيارة ما تشتغل. قلنا له: خلاص روح بالسيارة الثانية وخل هذه بعدين نصلحها. يوم راح يشغل السيارة الثانية برضو نفس المشكلة، ما تشتغل. كشفنا عليها وتفاجأنا ان كان نفس السبب ونفس السلك المقطوع. عصب عمر قال: يوه خلاص انت وياه، انت روح بالسيارة الثالثة وجيب كهربائي معك عشان يصلحهن. راح خالدي بيشغل السيارة الثالثة، وهنا كانت الصدمة، نفس المشكلة، بدك الواحد يتلفت على الثاني والخوف مالي وجه. معقول يكون مقلب من العيال؟ لا 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 ما توقع، هذا أكبر من انه يكون مقلب. فيما كنا منغرزين بالتفكير كلنا، قاطعنا خالد وقال: يا شباب انا بيطلع فوق الجبل القريب هذا واشوف في احد قريب منا ولا لا. وافقنا كلنا على رايه، وليتنا ما وافقنا. كان الجو شبه غبار واعلى الجبل مو واضح من تحت. طلع خالد وليتنا ما طلع، اختفى عن انظارنا، وقلنا شوي ويرجع. انتظرنا 10 دقائق، 20 دقيقة، نص ساعة، ساعة، لكن ما له اثر. بدت علامات الخوف تكثر في وجهنا وبالذات عبد الكريم، وفي حالة الرعب اللي كنا فيها نطق سامي وقال: يا شباب الى متى بننتظر؟ انا بطلع دوري، اللي بيجي معي يقول. قال زياد: انا بجي معك لاني جدا خايف عليه. قال خالد: اسمعوني عشان نعرف اذا صار لكم شيء
معكم 20 دقيقة وبعدها ترجعون. لو شفتم اللي شفتوه وإذا ما رجعتم نطلع ندور عليكم. وافقوا على رأيي كلهم وتوكلوا على الله واطلعوا على الجبل. صوت الهدوء عم المكان والكل ينتظر 20 دقيقة تمر. الكل خايف والكل متوتر. صوت المنبه يعلن نهاية المهلة، معناته صار لهم شيء. التفتنا كلنا على بعض. قال عمر يلا طلعنا، أكيد صار لهم شيء. شدينا همتنا وطلعنا. قعدنا نمشي ونمشي وما في أي أثر لهم. وصلنا لقمة الجبل، ويوم توازننا على قمته نطق فهد وقال شباب تشوفون اللي أشوفه؟ قلنا كلنا بصوت واحد إيه. قربنا شوي وفاجأت أصحابي بني قلت هي شباب وقفوا. قال عمر خير وش فيه؟ قلت هذه أتشو، ما تعرفها؟ قال من أتشو؟ خلوني أوصف لكم إياها. شعرها طويل وأسود بدون رجول أو يدين أو حتى عيون، تحلق بالهواء وقريب من الأرض. قلت بعدين أعلمك، بس احبسوا انفاسكم يا شباب. كلهم سمعوا كلامي إلا عمر، قال أكيد تعرفون أصحابنا. خلني قاطعته وحطيت يدي على فمه وحبست أنفاسه. انتظرنا شوي واختفت. الشباب كلهم خايفين وعبد الكريم أولهم. عمر ما يدري وش اللي يصير. أنا كنت أحس بالمسؤولية، ما أدري ليش. قاطع أفكاري عمر وقال إبراهيم مين ذي أتشو؟ قلت هذه جنية لكن ما تشوف بس تسمع الأصوات، وسمعها جدا قوي لدرجة أنها تسمع أصوات التنفس، وذي الجنية معروفة بالخدع والذكاء والألغاز. قال عمر طيب أكيد أنها تعرف عن أصحابنا، ليش ما خلتني أكلمها؟ طنشت وكملنا مشي. إلا وفجأة نلقى كاف ومدخل كبير، والغريب ان فيه جثة مرمية قدام الكاف. قربنا كلنا من الجثة والخوف يتملكنا. يوم وصلنا وشفنا الجثة، هنا كانت الصدمة. بدو صحابي يبكون والخوف كان مسيطر على الوضع. كانت الجثة خالد، وفيما هم يبكون كانت ابتسامة صغيرة على وجهي، ولا كأني أشوف أصحابي ولا كأني أشوف صاحبي ميت قدامي. ناظر فيني يوسف استغرابه وساكت. قلت يا شباب أنتم تصدقون هذه جثة خالد؟ قال فهد وش تقصد؟ قلت هذه جثة طلع لها ريحة ومستحيل تكون جثة خالد، لأن خالد كان معنا من قبل كم ساعة، ولو أنه مات من أول ما فرقنا مستحيل جثة تتعفن بالسرعة ذي. بدأ الشباب يفهمون الوضع ويفهمون ألعاب أتشو. أما عبد الكريم كان مثل المصدود، ما يدري هو بحلم أو بعلم. بدينا نكمل مشي إلا فجأة تسكر كاف من ورانا بصخرة كبيرة، وطلعت أتشو قدامنا. حطيت يدي على فم عمر لأني أعرفه راح يتكلم، لكن دف يدي وقال من أنتي وين أصحابي؟ قالت بصوت خشن لك جرأة تتكلم؟ وكملت كلامها وقالت قدامكم 5 ممرات، 4 ترجعكم لنفس هذا المكان، وإذا رجعتم راح تكون الصخرة مرفوعة، وواحد راح يوديكم للغرفة اللي فيها أصحابكم. كل واحد يمشي في ممر، وفي نهاية الممر يلقى زر يضغط عليه، إما يرجع هنا أو يوديه لأصحابه. معكم 45 دقيقة وراح يتفجر الكهف. بعد ما خلصت كلامها اختفت. بدأ الخوف يسيطر مرة ثانية على الوضع. نطق عمر وقال يلا وش تنتظرون؟ مشينا. كملنا مشينا وفي كل خطوة يزداد الخوف أكثر. وصلنا 5 ممرات جنب بعض، توزعنا وكل واحد يروح مع ممر، وإذا طلعوا 4 يروحون مع الممر اللي فيه الخامس، لأن أكيد راح يكون اللي يودينا لأصحابنا مثل ما قالت أتشو. دخلنا في ممراتنا والخوف منتشر فينا كلنا. يوسف في ممره لقى أخته اللي ماتت من قبل 5 سنين، بدت تطرده وبدأ يركض وطاح في حفرة. جت عند راسه وبدت تدفنه هي تقول قرطب، وهو اسم مشهور لأحد الجن. تعوذ يوسف من الشيطان وسمي بالله إلا وتختفي أخته. طلع من الحفرة وكمل طريقه هو يستعيذ ويسمي بالله. وصل نهاية الممر وضغط على الزر وطلع. أما فهد لقى القطوة حكته اللي كان يعذبها وشردت. بدت القطوة تطارده وتحاول تمسكه. يوم قرب من الباب وبيضغط الزر انقزت عليه وجرحته مع وجهه. حاول يتفادى الأضرار الثانية وضغط على الزر وطلع. وأما عمر فما لقى شيء في دربه وضغط على الزر وطلع. وأما أنا لقيت ولد صغير كان يلعب بالكورة، ما أعطيته أي انتباه مع أنه كان يناديني. وصلت لنهاية الممر وضغطت على الزر وطلعت.
طلعنا حنا الأربع وبقينا ننتظر عبد الكريم. يوم كان عبد الكريم يمشي في الممر هو خايف، لقى في طريقه أتشو قربت منه وخنقته إلين مغمى عليه وبعدها اختفى. انتظرناه وطال انتظارنا لكن ما طلع. دخلنا للممر اللي دخل معه، في نص الممر لقيناه طايح على الأرض. ركضنا جهته بسرعة، حاولنا نقومه لكن ما قام. قال فهد: خلاص أنتم يا عمر وإبراهيم روحوا ساعدوا الباقين، وأنا ويوسف بنظل عند عبد الكريم. مشينا أنا عمر والخوف يتملكنا. وصلنا نهاية الممر وكان فيه نهايته باب كبير. فتحنا الباب وهنا كانت الصدمة، غرفة كبيرة لدرجة فيها 10 جدران، فيها جثث كثيرة مرمية على بعض. ناظرت في واحدة من الجثث وبدت عيوني تدمع، رجعت لي ذكريات قبل سنين. خلوني أقول لكم وش صار في ذاك الوقت. دق باب بيتنا، رحت وفتحت الباب وكانت حرمه شكلها غريب. طلبت مني انادي ابوي لسبب اجهله. ناديت ابوي وكان يكلمها وانا طلعت غرفتي. ومن ذاك اليوم اختفى ابوي ولا عاد شفناه. ويوم شفت اتشو عرفت انها هي نفس الحرمه. بدت عيوني تدمع. نزل عمر وما يدري وش اللي يصير. قلت: عمر هذا ابوي. اشرت بيدي على جثته. قاطعتنا اتشو وهي تقول: اصحابكم هناك. اشرت بيدي على زاويه من الزوايا. اول ما شافهم عمر مربطين في الزاويه ركض لهم بسرعه، لكن قطع على زر برجله، والزر هذا اطلق سهم من الجدار اللي وراه. ركضت بسرعه ودفيت عمر معلن عن نهايتي. دخل السهم المسموم في صدري وطحت على الارض وانا الفظ اخر انفاسي واقول: عمر خذ ثار ابوي، خذ ثار ابوي من اتشو. عمر كان مصدوم وبقوه وقف بدون اي حركه يسمعني وش اقول، لكن ما هو فاهم اي شيء. انقطع نفسي، فارقت الحياه. الحين نتكلم على لسان عمر. مات صديقي، مات ابراهيم، مات قدام يديني وانا ماني عارف وش اسوي. تذكرت اتشو، التفت وراي وكانت لسه موجوده. طلعت السهم من ظهر ابراهيم وحبست انفاسي وبديت امشي جهه اتشو. وصلت عندها وغرست السهم في ظهرها وانا اقول: اخذت بثارك وبثار ابوك ابراهيم. طاحت اتشو على الارض وانا ركضت جهه الباقين وفكيت حبالهم. وكان هذا اخر شيء اذكره. صحت من الغيبوبه وانا في المستشفى وحول اخوياي. صرخت وقلت: وش صار؟ وش جابني هنا؟ قال سامي: انت بعد ما فكيتنا تفجر الكهف، لكن قدرنا ننقذك وننقذ انفسنا. قلت: وابراهيم وينه؟ ها وينه؟ حلت لحظه صمت بين الشباب، لكن تجرأ يوسف وقال: مات. بديت أبكي بكاء عالي وحار، فقدت أعز أصدقائي بسبب تهور وجهلي. قلت: ومين؟ كمان مين؟ مين فقدنا بسبب هالطلعة؟ قال زياد وعبد الكريم. بعد أعطاك عمر، خيم الحزن على الوضع وصوت البكاء ما ينقطع. انتهت أزمتنا هذيك وبدينا نعيش حياتنا من جديد. تخرجنا من الثانوي ودخلنا الجامعة. أنا ويوسف وفهد وسامي كنا في نفس الجامعة، أما خالد وزياد فكانوا في جامعة ثانية. كان في كل جمعة وسبت نتقابل ونقعد نسولف مع بعض. بيوم من الأيام صرنا ما نتفرق أبد، لكن بيوم من الأيام كل واحد منا تزوج وراح عاش حياته مع أهله. وبس يا شباب، هنا كانت نهاية القصة. أتمنى تكون القصة نالت على إعجابكم. طبعا قصة خفيفة ما قبل الاختبارات. أتمنى تكون نالت على إعجابكم. أتمنى لكم ما تنسى اللايك واشتراك بقناتي إذا كنت مو مشترك، وأهم شيء النشر. أتمنى أنك تنشر القصة بكل مكان. اكتب لي رايك في الكومنت. وبس كان معكم راشد أو راشد جيمر. مع السلامة.